سبيحة الحمد لله على السلامة. سميحة الحمد لله على السلامة. سميحة الحمد لله. كنت فين يا بنتي؟ فين؟ بالله عليك اشتري خاطري. ست سميحة بس كانت واخدة على خاطرها منكم شوية فقالت تروح تقعد عند واحدة صاحبتها، والحمد لله قدامكم هي ساقصة ليه. كنا هنموت من القلق عليك يا سميحة. خلاص بقى يا حاج، صلي على النبي، سامح المرة دي، بيقول لك كانت عند صاحبتها. ايه يا اخي؟ اسمعي يا صباح، البنت دي ما تعتبش الباب. حاضر. ولو خرجت رجلك على رجلها. حقك. واللي هقوله ده ما منوش رجعه. حاضر. جوازك بعد يومين. جوازي؟ جوازي من مين يابا؟ العرب. عرب؟ وانا مش موافقة. وبعدين انت ازاي تاخد قرار في حاجة تخصني من غير ما ترجعلي؟ انا ما بسمعش رأي النسوان. لا لا كفاية على جثتي، مش هتجوزه ولا يحصل يحصل. انا ما عنديش بنات يا سوري، والبنت اللي هتعصاني انا هدفنها تحت رجلي. الصورة دي لا ليها قيمة ولا لازمة. ويا ابني حرام عليك بقى، اتقل في مرات عمك يا اخي. يابا بقول لك صباح خاينة، هي وعرب مغفلين. ايه؟ هجيب لك اثبات اكبر من كده يعني؟ الست وراحة له بالليل، اصورها لك وهي في حضنه عشان ترتاح. الصورة ما فيهاش حاجة يا جمال. اوه انتوا هتجننوني. الصورة كان يبقى ليها قيمة لو عرب عايش بطوله، لكن هنا ولا تساوي حاجة عشان ممكن تكون طالعة المجدة. وبعدين يا حبيبي ست رايحة بتزور ست. ده اللي هيتصدق يا حبيبي. اشتري مني. بلاش تنفخ في النار عشان ما تولعش وتحرقنا كلنا. وادي الصورة ايه؟ ارتحت يا ابني؟ لا لا بابا هزعل. خلصت. الموضوع ده عايزك تنسى خالص، لان الموضوع ده لو اتفتح الدم هيبقى للركب. ليه كده يا بابا؟ قلت لك هزعل يا بابا. ما تزعل انت بدل ما نزعل كلنا. عقل ابنك يا همت. يا اهلا وسهلا. يا حي الله. منور. يا احنا زرنا النبي. اهلا. الله يحييك. الله يحييك. تعالى تعالى يا عرب، ده انت ربنا هيعوض صبرك خير واحسن من الهم اللي انت فيه 100 مره. خش خش سلم على ابو عمار. خش جوه. خش جوه. حاضر. معلش بس الشباب هيستنوك بره عشان باب عرب السيرك ما ينفعش يبقى مفتوح. هو انت عارف مين معاك ولا جاي متغفل؟ نعرف. طب عرفني بيك مين الغالي. ما قالت لك الحاجه ابو عمار ويتك لحد عندك. امورنا بركه. انا اللي حامد وصبح الياياش يشتغلون بفلوسي. طب تقول كده من الاول. طيب اسمع يا فندينا، الخشب بتاعك مسؤول من الجياشين، لا انا ولا الحاج عبد الرب، وتسالنا في لوح خشب واحد. يا ريال انا ميتك من شان الخشب. طب ده كلام ده؟ انا انت جاي عامل مناظر وجايب صحابك معاك ليه؟ تايه؟ انا جيتك اقول لك ان غلطت في حقك وما قدرتك تقدير صح لما بعت لك ريايلي. انت اللي زيك قايله بنفسي. يا عم الله يخليك وتسلم على التقدير ده، ومجيتك على راسي. ما تبقاش تغلط تاني بقى. انا ابغاك تشتغل معايا سويركي. والله كان بودي، بس انت فاهم بقى، صندر على اليمين بتاع الحاج عبد ربه، لا ينفع اسيبه ولا هو ينفع يعيش من غيري. والله يا بخت الحاج بريال مخلص زيك. خد فرصه وفكر، وانا بابي مفتوح لك في اي وقت. وهي الكرت مالي. السلام عليكم. نورت يا حاج. سلام يا حاجه. مع الف سلامه يا اخوي. هيا ريال هيا. مشيته ليه؟ مشيته ليه يا فقري؟ أنا عايز أفهم، هو عبد ربه ده عامل لك إيه؟ ساحر لك ولا عامل لك عمل؟ ماسك فيه ومثبت ليه؟ ما أنت جالك اللي يحل محله أحسن منه 100 مرة. ما ينفعش أبيع عبد ربه ياما، داخلين على شغل تقيل. يا ابني حرام عليك، حرام عليك. إيش حل لو ما كنتش مواصياك من وأنت عيل صغير، وكنت كل شوية أقولها لك في ودانك. يا عرب لما تكبر أنت وأخوك لازم تاخدوا بطار أبوكوا من عبد ربه اللي قتله. دوست على كلامي برجليك ليه؟ ها؟ دوست على كلامي برجليك ونسيته ليه يا عرب؟ تاني ياما، تاني وعاشر. وعلى فكرة بقى، أخوك كان عنده حق،
وانا اللي كنت غلطانه ان انا بدافع عنك قدامه، وانت ما فيكش ولا ميزه يا عرب من اللي كنت بعددهم عليك. ما كفايه يا ماما بقى زهقتيني في عيشتي، ما سيبك من السيره اللي كل ما بتتفتح بتكركب لنا حياتنا دي. هي مكركبه على طول ومن زمان وانت عامل نفسك مش واخد بالك، واحنا عاملين نفسنا مش شايفين عشان الايام تعدي وننسى. بس القديم ما بيتنسيش يا عرب، عمره ما بيتنسي. انا كل يوم كل يوم قلبي بيتقطع على ابوك وانت مش حاسس بيا خالص. بس انا خلاص، انا خلاص يا عرب، عملت كل اللي عليا قدام ربنا معاك، ما عنديش حاجه تانية خلاص اعملها. خلاص يا عرب. خالص ما تضايقيش نفسك، مش عايزاك تتوتري. ماشي يا ستي، انت عارفه ان هو بيحبنا وبيغير علينا صح؟ بعدين يا هبله، ما هو اللي يخلف واحده قمر كده لازم يغير عليها. امال انت فاكره ايه؟ بس انت برضو غلطانه يا سميحه. ايه؟ ايوه غلطانه، ابوكي ده كبير والناس كلها بتعمل له الف حساب، واللي انت عملتيه ده بقى يصغره قدامهم. بس يلا الحمد لله انها جت على قد كده. بصي بقى، انا عايزاكي تعملي ايه؟ تصحي الصبح بعد ما يروق، تروحي بوسه على حضن على شويه دلع، والله هيروق وهينسى كل حاجه. اسمعي مني. وانا يا اختي ما بعرفش اعمل اللي انت بتعمليه معايا لما بتطلبي منه حاجه، عشان انا مش بوشين. تاني يا سميحه، ده انا جايه طيب خاطرك عشان ما تناميش زعلانه. يا بنت احنا اخوات، يعني ستر وغطى على بعض. صرحيني باللي جواك يا سميحة، وانا والله هسمعك وهساعدك. طب اقول لك حاجه، اعتبريني الدكتوره النفسيه بتاعتك ومش هاخد منك ولا مليم. ايه رايك بقى؟ انت عارفه رباح من امتى؟ ايه هو لحق عرب قالك؟ يا ترى بقى بلغ ابوكي ولا لسه؟ عرب؟ اه عرب. لا والله عرب ما بلغني حاجه، انا اللي عرفت لما جبت لستة الارقام اللي كلمتك. اهو هوريكي الرساله بتاعت صاحبتي، اهي هي اللي بعتهم لي.